احنا اليوم نطلق بطاقة جديدة، هي بطاقة ريد بلس، بطاقة فريدة من نوعها في الشرق الاوسط. ريد هو حساب الشباب عندنا في بنك الخليج، غايتنا هي توفير تجربة مصرفية سلسة سهلة وايضا مميزة. طبعا اليوم معي الاخ محمد القطان مدير عام الخدمات المصرفية في بنك الخليج، الاخت نجلة بعد نائب مدير العام لمجموعة خدمات مصرفية في بنك الخليج ومدير التسويق.